القيادة الآمنة تعني القدرة على تشكيل المركبة أو السيارات بالمهارات اللازمة لتجنب وقوع حادث في الحالات الممكن وقوع حوادث فيها. نظرية القيادة الآمنة تتلخص في رؤية الخطر وتفهم طريقة دفعه والتصرف في الوقت المناسب. يجب على جميع السائقين تطبيق هذه النظرية لمنع وقوع الحوادث على الرغم من تصرفات مستخدمي الطريق الآخرين أو وجود ظروف قيادة سلبية. يجب أن يكون السائق آمن وحذر القيادة، قادراً على التنبؤ بدقة بنتائج الحالات المرورية من أجل تطبيق الحذر القيادي في الوقت المناسب لمنع وقوع حادث. توافقاً مع توجه اشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، تطبق شركة معادن للذهب ومعادن الأساس قواعد المركبات وتعليمات القيادة التالية، والتي لابد من التقيد بها داخل موقع أي من مناجمها أو الطرق العامة. يجب أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة نظامية أو شهادة تثبت كفاءة قيادته المركبة التي يقودها في الموقع. لن يسمح للمركبات الخاصة أو الغير المصرح لها بالدخول للموقع. جميع المركبات داخل الموقع يتوجب عليها الحصول على موافقة من قسم الأمن الصناعي وقسم الصحة والسلامة. يجب على الراغبين في الدخول للموقع من قائدي المركبات توفير الحد الأدنى من متطلبات أدوات الحماية الشخصية كخوذة السلامة والملابس العاكسة وحذاء العمل. يتوجب ربط حزام الأمان دائماً عند التنقل بالمركبة، ويبقى السائق مسؤولاً عن التأكد من ربط الركاب المصاحبين له في المركبة لأحزمة الأمان. السرعة المصرح بها داخل الموقع لجميع المركبات هي 30 كيلومتر في الساعة، وفي مواقع معينة 10 كيلومتر في الساعة، مثل القرى السكنية والمكاتب وأماكن الإنشاء والأعمال الأخرى. تجاوز السرعة مخالفة قد تصل عقوبتها إلى الطرد من الموقع. قد تختلف السرعة المصرح بها في بعض الطرق الرئيسية داخل مواقع العمل، فيجب على السائقين التقيد بلوحات السرعة القصوى المعلن عنها على الطرق الرئيسية. يمنع تجاوز المركبات الأخرى على طرق المشروع والمنجم إلا في حال كانت المركبة أمام السائق قد توقفت على جانب الطريق وأضاءت إشارات الطوارئ، أو عند تجاوز المركبات المجنزرة في حال كان ذلك آمناً. لا يسمح بركوب أي شخص على ظهر المركبات الغير آمنة والغير مدعومة بوسائل الأمان أو مع أي مواد وأدوات أخرى. يمتنع السائق عن استعمال الهاتف المتحرك أو جهاز اللاسلكي أثناء القيادة، ويجب عليه التوقف على جانب الطريق بعد التأكد من سلامة ذلك، ثم إضاءة إشارات الطوارئ قبل استخدامه الجهاز أو الرد عليه. يجب على المركبات التي تنقل عدداً من الركاب أن تحتوي على كمية كافية من مياه الشرب. يجب أن تحوي جميع المركبات والمعدات المتحركة مصابيح نظيفة ومشاهدة ومقود ومنبه ومصابيح الرجوع للخلف ومصباح وميد السلامة. ولزيادة درجة الوضوح يجب على جميع المركبات السير بمصابيح مضاءة ليلاً أو نهاراً. يجب تواجد حقيبة الإسعافات الأولية مع طفاية الحريق الملائمة داخل جميع المركبات. يقوم المسؤولون عن المركبات الخفيفة بعمل فحص أسبوعي لمركباتهم، أما أصحاب المركبات الثقيلة فيتم عمل فحص يومي عن طريق قائمة الفحص اليومية المناسبة. يجب عمل فحص يومي للمركبات الخفيفة بالقيام بجولة تفقدية حولها. في حال تعطل المركبة على الطريق، يبلغ السائق مشرف عمله ويوقف المركبة بأمان على جانب الطريق واضعاً اتجاه الإطارات في اتجاه الرصيف أو الحائط المجانب، ثم توضع موانع الانزلاق على الإطارات. إيقاف السيارة بالخلف أمر إلزامي في أماكن الوقوف. لا تستعمل المركبات المعطوبة أو الغير آمنة، ضع الإشارة المناسبة عليها وأبلغ عنها مباشرةً. لا تترك المركبة والمحرك يعمل. جميع المركبات الخاصة بعمل المناجم السطحية أو مناجم تحت الأرض يجب أن تكون مجهزة بموانع الانزلاق
المناسبة حسب نوع الإطارات.